تثبيت سعر السولار والمازوت وزيادة سعر البنزين. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في الاجتماع الذي عقد في نهاية شهر مارس الماضي التوصية بتثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه قرش لللتر، والمازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، وتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع سنوي من إبريل حتى يونيو 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة 10 صباحا كالتالي: لتر بنزين 80.65 جنيه، لتر بنزين 92.75 جنيه، لتر بنزين 95.75 قرش. واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير حتى مارس 2021، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. توصيات اللجنة جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا. في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد، ما تنساش تعملنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل رمز الجرس.